أخبار العالم بإيجاز من غرفة أخبار قناة الجامعة المغربية كومبيوس ماروك تيفي. مرحبا بكم. هناك مناطق بالعراق تبدل حالها للأحسن مقارنة بما كانت عليه قبل 17 عاما، ومن أبرزها مدينة الرمادي وفلوجة في محافظة الأنبار اللتان شهدتا تطورا بنيانيا واستثماريا حتى باتتا نموذجا يحتذى به في العراق. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين بجهاز الاستخبارات أن الاستهداف الذي تعرضت له منشأة ناتانز تسبب بانفجار كبير أدى إلى تدمير كلي لنظام الطاقة الداخلي للمنشأة، ما سيحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم. أعلنت أوكرانيا مقتل جندي لها في دوناباس شرق البلاد بنيران الانفصاليين، داعية روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية، في حين حذرت موسكو أنقرة وعواصم أخرى من تأجيج الصراع الأوكراني. أعلن التلفزيون الرسمي الأردني اليوم الاثنين إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن حسين إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات محاكمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنها لا تزال تمثل تهديدا لهم وللعالم بأسره، في وقت تعهد فيه وزير الدفاع الأمريكي بدعم أمن إسرائيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.